السيناريو اللي غنتوقعوا كاين سيناريو واحد هما انهم بالنسبه لهم عندهم بين نارين وانهم في المقابله ديال كره اليد نسحبوا اللي تقامت في المغرب فخصهم ينسحبوا يعني لكن بالمنطق منطق الى جاوا في المباراه انت لعبتي مباراه مع المنتخبات ديالنا مع الفرق ديالنا وكانت الرايه ديال كانت الخريطه الان واش قرار جديد سيادي ديالهم اداري جديد كيف ما تنتصور ما دام انك انسحبتي في كره اليد راه خصك تنسحب في هذه المقابله يعني بالمنطق بيان سور مع هذا ولا نسحبوا هذه غتولي عقوبه ماشي غير اليوم الاتحاديه الجزائريه المنتخبات الحرمان المشاركه لمده سنتين شوف حنا ما تناقشوا تنقولوا ما حتى شي حاجه في امام القضاء مايمكنش لك تصور الاحكام اللي ممكن تكون ولكن ممكن نقولوا بانه مسطريا رجعنا المسطره كلها اللي دارت في طرف البركان ثم حتى الكاف دابا راه ما بقاش البركان طرف امام الطاسره ولا الكاف حتى هي بركان الكاف لما تصدر واحد القرار حتى هي تتحرص على السلامه ديالو من الناحيه القانونيه لماذا؟ لان القرار ديالها غتولي هي طرف حتى هي الكاف امام الطاس وخصها حتى هي تعطي الدفوع ديالو وتبرر هذاك القرار ديالها بناء على معطيات وديزارغيمون اللي يكونوا موضوعيين لوجيك اللي يكونوا قانون هذا اللي تيبان انا شخصيا تيبان لي بانه المسطره كانت سليمه الناس اللي خسروا القرار كانت عندهم الصفه الحاله ما لا تنطبق على الحاله اللي تتكلموا فيها والدفوع اللي تتمسكوا بها هما القميص كان اومولوجي من طرف الكاف من بدايه المسابقه الى نهايتها ماشي اول مره غير لبسوا هذا التوني ولا غادي يدخلوا به يعني تيبان بان لو مشاو للطاس ممكن يعني بركان تفوز بال طبيعة الحال حنا كنعرفوا يعني المسؤولين يعني كنهضروا هنا على السلطات الجزائريه ما كنهضروش على الشعب لانه الشعب الجزائري عنده علاقه طيبه مع الشعب المغربي لكن يعني السلطات يعني المخزن ديالهم هو اللي كيعطي هذه التعليمات انه باش انه بحال المنتخب المغربي المنتخب الجزائري يمشي البركان اعتقد انه غيمشي البركان وما غيلعبش لانه مصمم على نفس ما قام به في مرحله الذهاب لانه الاوامر اللي كتجي من المخزن راه الفريق الجزائري راه غادي خصو يحترمها واعتقد انه غيحضر وغيوقف حدا الحكام وما غيلعبش المباراه لانه كتبقى هذيك يعني عقليه جزائريه مصمم على واحد القرار اتخذته السلطات المخزنيه الأفضع من هذا الشيء هذا كامل هو أنه منتخب الوطني الجزائري للشباب ديال كرة اليد كانت عندنا بطولة عربية هنا في المغرب لعب المباراة الأولى ضد السعودية مي جاي يلعب مع المنتخب المغربي المنتخب الجزائري ما حضرش المباراة لأنه اتباعا وتتمة السياسة اللي قام بها المخزن ديالهم في الجزائر مع نهضة بركان يعني جاء مباراة ديال المنتخب الجزائري للشباب هنا في المغرب هما رفضوا باش يلعبوا مع المنتخب المغربي بداريعة انه المنتخب المغربي الاقمصه ديالو كتحمل الخريطه المغربيه لهذا فالفاضع هو اننا الجزائر المخزن كنهضروا على المخزن لانه هو اللي كيسير هذه الامور هذه يعني الفضاعه كتكمل انه كنقحموا شباب ديال 20 سنه بحال المنتخب الوطني المنتخب الجزائري الاقل من 20 سنه كنقحموهم في الصراعات السياسيه اللي هما في غنى عنها واللي خصهم ما نقحموهمش في هذا اللاج ديالهم لانه هذا اللاج هو للرياضه للتطوير للعطاء نتواجد اليوم بفيض من الفخر والاعتزاز وبكل وطنية لكي نشارك في تحليل قانوني بما أننا قانونيين ولغتنا القانون فشاركنا وحاولنا أن نحلل هذه النازلة وهذا النزاع من المنظور القانوني منظور قانوني محض لا له ليس له لا علاقة لا بأي جهة سواء سياسية أو إلى غير ذلك فحاولنا
من خلال الندوة اليوم أن نحيط بالقوانين المنظمة لهذه النازلة، من بينهم قانون المسابقات، قانون الستاتيو دي كاف. لهذا خرجنا باستنتاج على أنه نهضة بركان لم تقم بأي خروقات واحترمت المسطرة كما هي، كما أن القميص موضوع نزاع هو مسجل طبقا لنظام CMS، وهو نظام يحيل لنا على أن القميص هو قميص مصادق عليه من طرف لاكاف. هذه من جهة. من جهة أخرى، ما يؤكد لنا على أن كانت هناك مجموعة من الخروقات القانونية من طرف الفريق، فريق اتحاد العاصمة الجزائر، وهذا ما حاولنا أن نسلط عليه الضوء من خلال مجموعة من الفصول ومجموعة من القوانين المؤطرة لهذه النازلة. وهذا ما يؤكد على أن القرارات التي جاءت أو التي نصت عليها لجنة المسابقات أو التي كانت من صالحنا، وذلك طبقا الفصول القانونية، لأن العقوبة التي نصت عليها فهي مقررة طبقا للقانون. في حالة كانت ليكيب اون كاد فورفي il sera déclaré et sanctionné en cas de faillite 3-0 et sanctionné par 3-0 du résultat du match.